بشعاب الغاب أيها الجوال كلنا في الحسنية المغربية. اليوم سنحتفل في مدينة سخريبكة بالذكرى 80 لتأسيس الجمعية. هذه الجمعية التي تأسست سنة 1933، فهي تعتبر أول جمعية كشفية أسست في المغرب، ومن أقدم الجمعيات التي أسست في المغرب، ورقم 80 سنة له دلالة. في الحقيقة بعد 80 سنة الآن سنراجع بعض القوانين ديالنا، من ضمنها القانون الأساسي للجمعية التي نجدده في كل محطة، وفي هذه المحطة نتشرف بتقديم هذا المقترح اللي هو في الحقيقة تركز الديمقراطية داخل الجمعية ديالنا، بحيث أن هنا في خريبكة ينعقد المؤتمر الجهوي لهذه الجهة كسائر المؤتمرات الجهوية التي تتنعقد في أنحاء المغرب، اللي هي تمهد لعقد المؤتمر الوطني اللي هدفه مراجعة قانون الجمعية. الآن في خريبكة تم حفل بهذه المناسبة، والاجواء كانت يعني ساره، وهذا الشيء تيبشر بالخير وتيبشر على ان الكشفيه الحسنيه المغربيه هذا في الطريق المستقيم، في الطريق السوي، وان شاء الله نتمنى للجميع النجاح والتوفيق في هذه المؤتمرات اللي تنعتمد عليها كثير، وشكرا. عبد الواحد تمود، المفوض الجهوي للكشفية الحسنية المغربية لجهة الشاوية وردغة. نحن الآن نحتفل بالذكرى 80 لتأسيس الكشفية الحسنية المغربية، وبهذه المناسبة نقيم المؤتمر الاستثنائي الجهوي لمناقشة القانون الأساسي ورفع توصيات المؤتمر الاستثنائي هذا للجنة التحضيرية للمصادقة أو الرفض عليه بالمؤتمر العام. فحاليا نحتفل بهذه المناسبة بالذكرى 30 لتأسيس الكشفية الحسنية، ونكرم أحد الوجوه التي أعطت ولا زالت تعطي للكشفية الحسنية من جهدها ووقتها لإبراز الحركة الكشفية بالمغرب. نحن الآن في هذا المؤتمر ويشارك 80 قائد وقائدة من جميع فروع الجهة، بالإضافة إلى ضيوف من الوطن العزيز من الشمال إلى الجنوب. فبهذه المناسبة طبعا نشكر الجهات الداعمة وعلى رأسهم المكتب